بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الفصائل العسكرية تستهدف بقذائف المدفعية مواقع قوات النظام في قرية خان السوب البريثي إدلب الجنوبي وفي قرية البركة غربية حماة على محور تلة البركان شمالية اللاذقية. شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة تعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بمرض الكوليرا في مناطق شمال غرب سوريا إلى 247 إصابة بعد تسجيل 4 إصابات جديدة بريفي حلب وإدلب. مقتل عنصرين من المجموعات المحلية وإصابة آخرين جراء الاشتباكات مع خلايا تنظيم الدولة في حي طريق السد بمدينة درعا. مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا تقول إن قوات النظام اعتقلت 15 فلسطينيا بعد عودتهم من دول اللجوء إلى سوريا. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون القضايا المتعلقة بالوضع في سوريا وعمل اللجنة الدستورية. المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان يوثق مقتل أكثر من 860 صحفيا في الشرق الأوسط خلال العقد الماضي، نحو 700 منهم قتلوا في سوريا.